اهلا بحضراتكم من جديد، والتغطيه الخاصه لابطال افريقيا نادي القرن البطوله العاشره. زي ما قلت لكم، صحف جنوب افريقيا بتتعامل مع الحدث باحترافيه رغم خساره فريقها بثلاث اهداف مقابل لا شيء، لكن قلت لكم صحيفه كيك اوف اتكلمت على انجاز بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي منذ ان تولى القياده الفنيه للاهلي. قدر يحقق 2 دوري ابطال افريقيا في اقل من 10 شهور. صحيفه السكر بتتكلم على بيتسو موسيماني حقق لقب دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه في تاريخه. هو فاز قبل كده مع سان داونز 2016 على حساب الزمالك، ومع النادي الاهلي 2020 على حساب الزمالك ايضا، و2021 للاهلي على حساب كايزر تشيفز. وقال كمان ان موسيماني حطم كايزر تشيفز بثلاثيه بفضل الثلاثي محمد شريف ومحمد مجدي قفشه وعمرو السوليه. وعايز اقف عند عمرو السوليه في كل مناسبه، لان عمرو السوليه من اللعيبه بيعمل اداء مميز جدا في الملعب وليه دور مهم جدا في الناحيه الهجوميه، بس الجمهور ساعات ما بياخدش باله الا مثلا من اللي بيحرز الهدف او اللي بيعمل بينيه معينه او كوره معينه. عمرو السوليه اداؤه الدفاعي واداؤه الهجومي مميز جدا، تحديدا خلال السنه الاخيره مع بيتسو موسيماني. فعمرو السوليه، حسين الشحات، مع محمد مجدي قفشه، مع طاهر، مع شريف، مع معظم اللعيبه، الاهلي عنده لعيبه كويسه يا جماعه. الجمهور احيانا بيبقى ممكن قاسي شويه في الحكم في بعض الفترات، لكن لو بصيتوا على توتال الانجازات والارقام والبطولات، عمرو السوليه من خلال الارقام مش وجهه نظري انا، عمرو السوليه افضل لعيب وسط في مصر السنه دي والسنه اللي فاتت. مفيش اي مقارنه مع اي حد، مفيش اي منافسه مع اي حد. عمرو السوليه مع النادي الاهلي تحديدا خلال اخر سنتين افضل لاعب خط وسط في مصر، سواء على المستوى المحلي او حتى على المستوى القاري. طيب اللقب العاشر، صحيفه ذا ساوث افريكان اتكلمت على ان اللقب العاشر ده كان عنوان ابرزت بيه نتيجه فوز الاهلي على كايزر تشيفز بالثلاثيه. قالت الصحيفه ذا ساوث افريكان ان الاهلي بتحقيق اللقب الافريقي العاشر يكون متربع على صداره الانديه الافريقيه من حيث التتويج بعدد الالقاب القاريه. اذا الصحف الافريقيه او الصحف الجنوب افريقيا بتحتفل بانجاز الاهلي وبفوز الاهلي على كايزر تشيفز وتربعه على قرش القاره الافريقيه. طيب صحيفه سيتيزن اتكلمت على بكاء كايزر تشيفز وقالت هزيمه كايزر تشيفز بالبكاء في رد فعل للاعبين بعد الخساره الثقيله امام النادي الاهلي. وقالت الصحيفه ان الاهلي سحق كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا، واضافت ايضا كايزر تشيفز لن يضع نجمه على قميصه حيث سيضع الاهلي النجمه العشرة. احترافية ومهنية كبيرة جدا من الصحف في جنوب افريقيا. طبعا الصحف المصرية والصحف بشكل عام في القارة الافريقية بتتكلم على ان النادي الاهلي دلوقتي حاليا في صدارة الترتيب في القارة الافريقية وفي منافسة قوية جدا مع ريال مدريد وملاحقة ريال مدريد في صدارة الاندية الاكثر تتويجا بالبطولات القارية. النادي الاهلي على موعد مع بطولتين خلال الشهرين القادمين، بطولة كأس السوبر المصري الأهلي وطلائع الجيش، وبطولة السوبر الإفريقي الأهلي والرجاء المغربي اللي هتقام إن شاء الله أحد أيام 22 أو 23 أو 24 9 في الدوحة بإذن الله.